السلام عليكم. نعم. رايح جاي شوف عبد الرحيم. السلام عليكم. كيدير اخويا لاباس عليك؟ كيف لقيت يا ولدي شويه؟ شحال عندك من عام حبيبي؟ زيد 82. مالك ولدي شنو عندك؟ احنا مكارفسين هنايا وكل الحمد لله محمدنا الله وشكرا. الحمد لله ولدي. هكا وليدي دوي عاود المأساة ديالكم ووجه نداء ديالك للمحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاش انا نقول لك دوي. يلا عبد الرحيم دوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذا المنبر هذا كنشكروا شوف تي في وكنشكروا كاع من غيساعدنا الله يجازيه بخير. السلطات المحلية كنا ساكنين في كاريان عطاونا بقعة أرضية فهمتي بحنا احنا اختي في أرض بقعة واحدة ولكن من حقهم يعطيونا من بقعة فضيلية ولكن هما الحالة ديالنا ما عطاوناش عطاونا بقعة داخلة إذا اللي مشى كيبغي يبنيها ولا شي حاجة كيقول لك داخلة ما غنصلح ليكم ما والو إذا اللي عطاك هاد الإنسان بقعة كحلة بناها كاع بناك وعطاك جوج بارطمانية وبارطمان اختي أرملة سمعتي من غير اختي اللي مريضة هاي دابا شهر 3 شهور ما دقت لا برا لا والو كتمشي للسبيطار كيقول لها البرا ما كايناش فهمتي بلي انا هاد البرا فينا هي الله اعلم ما كايناش مقطوعه حتى من الصيدليه الناس اللي كاع شي واحد يبغاو يشريوها ليها ولكن كيقول لك من الصيدليه مقطوعه اذا هاد الناس اللي مراد بهذا المرض كيفاش غيديروا حتى غيداواو اذا لان البرا الدوله قاطعه هاد البرا وهاد البرا ضروري الانسان اللي عنده الاعصاب عنده مرض مزمن عنده هادي ان هاد البرا ديال العصب مزيانه خاصه يخرجوه علاش يقطعوه على هاد الناس سمعتي وانا كنطلب من هاد المحسنين يساعدونا باي حال كان بان انسان عطاك بقعه باش غتبنيها من حق الدوله تعطيك بقعه تفضيليه وما عطاوهاش لينا سمعتي كنوجه نداء للوزير السكنه ولا وزير التعمير بان حاله اجتماعيه كاين اللي ما يستاهلاش وخاد بقعه تفضيليه واخا انت فما كتخدم ما والو ولدي مره مره كندير جوج بلاطوات وندور بهم مع الله وكنجيب باش صورتها 1000 فرانك ولا 400 درهم ما تقولها لحد شنو كيضرك ولدي نتايا عندي سكوليوز انت شنو كيضرك شنو كيضرك كيضرني هاد الحاله ما حمد الله وشكرته ما واش نتايا اللي مهرس وديال الحديد اه هو هذا شنو داير فين تهرستي في العمود الفقري عندي عمليه العمود الفقري كامل يعني ما عندك صحه باش تخدم ولدي ما شي حاجه تقل منوع عليا كاع صفة نهائية وجه النداء ديالك حبيبي وجه كنوجه هذا النداء للمحسنين وذو القلوب الرحمة نسألهم الله عز وجل أن يوفقهم للخير وأن بشويك عبد الرحمن بشوي عليك حبيبي بشوي عليك لأن هما كاع الدولة عطاتك هذه البقعة ياك أنا وأختي أرمالة وهذاك الشيء حتى هي عندها نص بقعة ديالها وعدم انا وامي اختي اللي مريضه ما كاينش اللي ما درتيش بعد ما امي قالت لي تجيب الناس يدوروا مع 1000 فرانك كيقول لها سيري بحالك الله يسهل كل واحد اش كيقول لها كنطلب من المحسنين يد المساعده لينا بان ما هذيك البقعه اصلا هما يعطوها لينا داخله من حقهم الدوله تعطينا بقعه تفضيليه وكندير ما لقايش اللي غيساعدنا بغيتو دابا شي واحد يبني لكم هضره يبني لينا باش هذيك البقعه هي باش غنعيشوا ما عندناش شي حاجه لما بنا ما غتعطيها لواحد غيبنيها لك كحله ما غيعطيك حتى حاجه فيها مشاهدي قناه شوف تي في كما شفتوا معنا المأساة اللي كتعيشها هذه العائله اللي كيف ما كنقولوا الحمد لله انها لقات فين تخبى لقات هذا الجار ديالهم اللي عنده هذا الفرن كان غير سادو وفتحوا عطاه لهم فين تخباو على البرد وعلى الشتاء اللي هو كان فران ولا فران مهجور كيخلي فيه الماطر ديالو ديال صحابو فتحوا ليهم وعلى البرد وعلى الشتاء ريت ما يبان شي محسن انه يقدر يعاون هاد العائله اللي كتعيش واحد الحاله ماساويه وكارثيه اللي واخا نصور لكم ونوصف لكم بعدا غير الرائحه اللي كاينه ما غنقدرش نوصفها لكم للاسف هو مخبي وجهه ماشي حيت بغى يخبيه ولكن لانه ضروري راسو دير ليه القطران ومضرق وجهه داكشي علاش الله يدير شي تاويل ديال الخير وحسبنا الله ونعم الوكيل كنتمنوا من المسؤولين ومن ذوي القلوب الرحيمه اللي غادي يشوف الغوبورتاج اللي غادي نحطو غنحطو فيه رقم هاد العائله يتساعد معهم بالقليل او الكثير لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا شكرا لكم
متتبعي قناه شوف تي في. بالنسبه اللي كيقول بغى البقعه تكون شوكه، هو ماشي قصد انها بغى البقعه تكون شوكه، هو قال ان البقعه اللي عطاوها ليه داخله حتى واحد ما كيتجرا انه يبنيها ليهم ويعطيهم فين يسكنوا، ماشي بغى البقعه تكون شوكه ولا ماشي شوكه. الحمد لله على نعمه الصحه، اللي عنده شي حاجه يحمد على الله ويشكره، واللهم لا شماته. ومشاهدي قناة شوف تي في، شكرا لكم، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.